يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية. المتسابق الأول معنا هو فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطروق، رئيس لجنة تحكيم القرآن والقارئ بإذاعة القرآن الكريم، طبعا غني عن التعريف. فهنشوف دلوقتي صوته بالفلتر ونرجع تاني. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. وبعد ما شفنا صوت الشيخ عبد الفتاح الطارودي بالفلتر او بمكبرات الصوت، هنشوف دلوقتي صوته ان شاء الله بدون مكبرات صوت. بعد ما شفنا صوت الشيخ عبد الفتاح الطارودي بمكبرات الصوت وبدون مكبرات الصوت، فأنا من رأيي إنه صوته بدون مكبرات صوت جميل جدا. فياريت أنت حضرتك كمان تشارك معنا رأيك وتقول صوته أجمل بمكبرات الصوت أو بدون مكبرات الصوت. ودلوقتي معنا المتسابق الثاني وهو فضيلة الشيخ محمود الشحات، الشيخ ابن الشيخ وأخو الشيخ، فطبعا برضه غني عن التعريف وراجل ابوه عن جده والعيله كلها مشايخ اجلاء، ومدرسه الشحات طبعا مش محتاجه كلام كتير، وليه الطريقه الخاصه في القراءات. فدلوقتي هنسمع صوته بمكبرات الصوت. والذي اخرج سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وبعد ما سمعنا صوت الدكتور محمود الشحات بمكبرات الصوت، هنرجع دلوقتي ونسمعه بدون مكبرات صوت أو بدون فلتر للصوت. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بعد ما شفنا صوت الدكتور محمود الشحات بمكبرات الصوت وشفناه كمان بدون مكبرات صوت، دلوقتي هتقيموا حضراتكم صوته أجمل بمكبرات الصوت ولا بدون مكبرات الصوت. يا ريت كل واحد يقيم حسب ما هو شايف أو حسب ما اللي بيحب يسمع يعني. ودلوقتي معانا المتسابق الثالث وهو فضيلة الشيخ ممدوح عامر، طبعا حضراتكم كلكم عارفينه ونبرة صوته جميلة جدا وليه متابعين كتير جدا. فهنسمع صوته أولا بمكبرات الصوت. وبعد ما سمعنا صوت الشيخ ممدوح عامر مكبرات الصوت، دلوقتي هنسمع صوته بدون فلتر او بدون مكبرات صوت.
التقييم، هل صوت الشيخ ممدوح عامر بمكبرات الصوت او تحت فلتر الصوت اجمل ولا بدون فلتر صوت اجمل؟ يا ريت كل اللي يعرف يكتب لنا من وجهة نظر، من وجهة نظر حضرتك تكتب لي هل صوته اجمل بمكبرات الصوت او اجمل بدون مكبرات الصوت. بس لحد دلوقتي اتمنى ان الفيديو يعجبكم جدا، وباذن الله ده ربنا هيجعله صواب لينا ان شاء الله. فياريت تكتبوا لي في التعليقات اذا كان الفيديو عجبكم او مش عجبكم. وفي نهاية الفيديو بشكركم جدا جدا وشكرا على الدعم بتاعكم، وألقاكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.